أهلاً البنات السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم كي دايرين مع الصحة كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير البنات كيما كتشوفوا الجزء الثاني هذا هو الشكل النهائي ديال الرشيمة اللي درنا الجزء الأول بصراحة كتجي رائعة 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 بزاف الشلابة وبالنسبة للفتحة ديال الفتحة ديال العنق كتشلبها كتجي هنا وهادي خدموها ها فينا هاد الزواقة خدموها هنايا مع الفتحة ديال العنق تجي كتحمق وكنتمنى تعجبكم الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش باللايكات دعمونا محتاجين الدعم ديالكم ودائما ام ايمن كتشكركم كتشكر الاخوات داخل الوطن وخارج الوطن واخواننا الجزائر ودائما ام ايمن كتموت عليكم بقاو معايا من الاول حتى الاخر وبقاو تهلاو لي فراسكم سلام البنات مهم كنتمنى تكونوا بخير الكمالة ديال الفيديو كما كتشوفوا انا درت هادو حاول نزيد لكم شويه في الضو انا درت هاد الزواقه اللي قلت لكم غنحاول نزوقها وزدت وحده من هاد المعين آه كما غادي ندير نوريكم عاوتاني ربما ما بان لكمش الفيديو نبدا لكم من هنا وديك الساعات نكمل الرشمه ديالنا حيت قلت لكم غندير لكم زواقة هنا حتى ندير لكم رشمه اخرى احسن باش ما نخلطوش الرشمه ديالنا مهم باش نوريكم البنات هنتوما نحاول شوي ها نتوما شتي فاش كنديروا هذا المربع هذا كنجيو هاد المربع هذا هذا اللي كما كتشوفوا في الوسط ديالو ها هو الوسط المربع الكبير كنجيو من هاد العمودي هنا وكندخلوا ليبرة و ونجي عاوتاني من افقي في النص ديالو هاكا ونخرجوها هنا في هذا المربع هذا المربع لي كتشوفو اللي كتشوفوا داخله فيه ليبرا هي اللي كنخدموا فيها كامل هاد ربعه ديال هاد ربعه ديال هاد هاد الرشمه هادي غادي ندخل ليبرا ديالي من تحت شفتوا انا دخلت الخيط ديالي هنا في الوسط غادي نخرج مما بغيتو تبداو اما تهودو هكا اما نبدا من هنا اما ندير من هنا اما نجي من هنايا يعني مين ما بديتو غادي تخرج لكم دابا انا غادي نحسب من هنا دائما اربعة المربعات كبار او سبعة ديال الخطوط حسبوا كما قلت لكم واحد جوج ثلاثة ها ولا واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة فاش كنسمعوا نحسبوا الخطوط الصغار كنحسبوا سبعة فاش كنبقاو نحسبوا مربعات كبار كنلقاو اربعة صافي مهم واحد جوج ثلاثة اربعة هاك. ونخرج الخيط نجي جنبها ون... هنا نجي جنبها هنايا هذه هي قدامها ونهبط بالخيط يعني غنزل بالخيط هاكا بهذه الطريقه اللي دي ديجا حط الفيديو شفتو وغنحسب سبعه واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته ها سبعه شتو بهذه الطريقه عاوتاني نجي جنبها كما كتشوفون نهبط بالخيط هاكا هذه هي الطريقه ديالها ونحسب سبعة واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة ها سبعة صافي هي هادي عاود نجي جنبها نهبط بالخيط هاك نهبط بالخيط ونهود بسبعة ديال الخطوط واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة ها سبعة صافي غادي نهبط بها تل تحت كما كتشوفوا بحال هادي ورجعوا نطلعوا هانتوما انا وصلتها عاوتاني حتى الفوق كما كتشوفوا شتي ها هي والغرزه اللي غادي تجيني ملاصقه معاها هي هادي الاخيره ها هي غادي تجيني مع هاد الغرزه اللي بديتها من الاولى ونفس المربع شتو؟ نفس المربع غندخلها هنايا ها هي, هي. ودابا غادي نقص خيط شوفو دابا فاش لصقتها هنايا في المربع كبير غادي يجي جنبها ونهبط بالخيط باش نهبطو نخدمو الجهه الاخرى عاوتاني هكا باش نخدمو هادي هكا غادي نحسبو واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة ها سبعة شتو نفس الطريقة غادي نهبطو بها حتى لتحت ونطلع المهم غنكملها باش نخدم معاكم شويه باش نخدم معاكم اصلا هادو هانتوما ما هي الغرزه الاخيره عاوتاني كملتها جبتها من نفس الغرزه اللي ضربناها هنايا صافي وغادي نهودو عاوتاني غادي نقصو نهبط بالخيط هانتوما كتشوفوا ونهبط حسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ها سبعة صافي ونهود نهود عاوتاني ونطلع نجي حداها ونهبط بالخيط يعني راها ساهلة هاكا نحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ها سبعة صافي انتما كتشوفوا غادي نجيو هنايا شوفوا في هذا المربع هذا هذا ماشي هذا هذا غنحسبوا واحد جوج ثلاثة شتي من هاد ثلاثة غنرجعو نحسبو واحد جوج نخرجوها في الثانية هنا هاكا وغادي نمشي نحسب واحد جوج نديرها في الثالثة هاكا نطلع باش ندير بحال هاد المربع عاوتاني نجي في جنبها ونق هنا يعني من غنهبط لتحت منها غادي مباشرة نزيد خيط هنا باش توسع لينا المربع يعني حنا غاديين تنطلعو ونزيدو خيط في اليمين وفي واحد جوج ثلاثة أربعة ها خمسة شتي زدت خيط من زدت ال... خيط هنا وزدتو ليه عاود كذلك غنطلع الفوق ونزيد عاود تاني خيط هنا عاود نحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ها سبعة يعني كنزيد خيط في ليمن وفي اليسار هاكا عاود نطلع عاود تاني الفوق ونزيد خيط هنا هاكا نحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هاد سعود شتو نجي نطلع لفوق ونزيد خيط عاود هنا هكا. ونحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة ها حداش. يعني كنوصلو عاد كنبداو نقصو عاود نجي هنا نزيد خيط شتو كنطلع ونزيد خيط واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة 12 13 يعني ما عدد مستوى كيجينا عدد فردي هنايا نزيد عاوتاني خيط ها حسب واحد جوج تلت أربعة اه, خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة اه, حداش ها خمسطاش شتو الغرزة اللي فيها هي نجي هنا نزيد عاوتاني كذلك خيط هي هادي فاش غنلقاو سبعتاش واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. تسعود عشرة حداش طناش تلطاش ربعطاش خمسة سطاش ها سبعطاش دابا سبعطاش غنقصو خيط غادي نجي نقيس نهبط يعني غنطلع و نبدا نقص خيط من اليمن و من اليسار يعني سبعطاش غادي نبقاو نهزو خمسطاش ها هي خمسطاش عاود نطلع نقص خيط ها هي غتولي لنا قاعدين حنا غاديين و نهبط نطلع ونقص نقص خيط عاوتاني من هنا غتولي ليا حداش يعني راه باين العدد غتحسبو يعني حنا غاديين وكنقصو خيط صافي مهم غادي نكملها يعني نتوما كتشوفوا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هاد سعود هاكا وحنا غاديين صافي هاكا كما كتشوفوا نحسبوا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ها سبعة احنا عاود نهبط ونقص خيط غنحسب واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة هكا غادي نجي هنايا غنحسب عاوتاني نطلع نقص بخيط وغادي نحسب من هنايا واحد جوج ها ثلاثة ها حنا كملنا مربع ديالنا نفس الطريقة غنخدموهم هادو كاملين صافي هانتوما البنات هنا كملتها دابا غنخدم معاكم هادي هاد الزواقة اللي كتشوفوها غادي نجيو هنا شوفو دائما كتشوفو هاد المربع هادا غادي نهودو نيشان حتى نوصلو مع هاد الخط هادا شتو هكا خصنا نجيب غادي نجي هكا ندير الابره الاخرى باش تشوفوا هكا بحال دابا ها نتوما غادي نجي من هنا نجي نيشان نحطها ها فينا يعني خصها تجيني مع هاد السطر ونجي مع هاد المربع هكا ونهبط نيشان ها نتوما كتشوفوا انا جبتها نيشان هكا خصها تجي صافي ونخرجوا الخيط ديالنا من تحت الفوق هكا غادي نطلعوا ونخدموا بحال هاد الغرزه هادي هكا غادي نحسبوا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يعني أربعة مربعات وسبعة ديال الخطوط واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هيا ونحسب مربع كبير واحد جوج ثلاثة هاربعة صافي وغنبداو نطلعو بعين يعني غادي نخلي نجي حداها ونطلع نخلي هاد لك العين ونطلع بعين أخرى نجي حداها نخلي هاد العين ونطلع ونحسب عاوتاني كذلك سبعة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة أنتم واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة سبعة هاكا وكنطلعو كنحسبو سبعة ونطلعو عاود نجي جنبها هانتوما نطلع بالمر بالخط خيط هاهو ومنحسب عاوتاني سبعة واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة ها سبعة وحنا طالعين عاود تجي جنبها هاهي جنبها يعني جنبها هو هدا ونطلع بخيط نطلع بخيط هاكا ونحسب سبعة واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة ها سبعة هكا غنبقاو نطلعو حتى نكملو حتى نوصلوها ها فينا صافي واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة ها سبعة بهالطريقة الطريقة حتى نوصلو الفوق البنات عاود نجي جنبها نطلع بخيط كذلك سبعة هاي حسبو سبعة نجي جنبها نطلع بخيط هكا ونحسبها عاوتاني سبعة غتجيني سبعة هنايا عاودي جنبها نطلعو بخيط عاوتاني وحسبو سبعة صافي هكا وحنا غاديين عاود جي جنبها نطلع بخيط هكا نحسب ها سبعة سبعة ديال الخيوط جي جنبها نطلع بخيط هكا ونحسب عاوتاني سبعة ها هي غتجيني ها فينا بهاد الطريقة وحنا طالعين يعني الحساب راه واضح باين هانتوما واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة ها سبعة هاكا نجي عاود جنبها نخرج حدا هاكا نطلع ها سبعة هانتوما كيما كتشوفو جاتني الغرزة الأخيرة هي هادي صافي دابا شنو غنديرو غادي نقلبو المرمى ديالنا كيما كتشوفو وندخلو الخيط تحت هاكا ونجي نخدم نص آخر نجي جنبها كذلك هاكا ونطلع نحسب نجي جنبها نطلع بخيط ونحسب عاود سبعة واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة هاي سبعة ها أنا طلعت يعني سبعة الأولى هي فين كاينة وها هي طلعت وحنا غادي نجي جنبها عاود كذلك نطلع بخيط ونحسب سبعة هاي سبعة صافي نجي جنبها عاود نطلع بخيط دائما كنطلعو بخيط ونزيدو هنايا يعني لي نقصنا هنا نزيدوها فينا هاك يعني ها انتم فاش كندخلها حداها ما غاديش نجي هنا نطلع بخيط يلا غادي نوصلها حتى لفوق هاكا نمشي عاوتاني نشدها ونطلع نفس نفس الطريقه غنديروها هنايا ها انتم فاش كنجيو نضربوا الغزة الاخيره خاصها تجينا مقابله ها هي دابا هذه الاخيره هي هذه ها هي خاصها تجيني مقابله مع هذه صافي هاكا نتا كذلك غندوزو الخيط لتحت باش نخدمو هنايا احنا دوزنا الخيط لتحت كذلك غادي نحسبو ها نتوما نحسبو واحد نخرجها في الثانيه يعني غنحسبو جوج ديال الخطوط من هاد الخيط من هاد الضربه الاولى ضربناها نحسب واحد جوج تخرجنا هنايا في هاد الثالثه هادي هنايا خرجها في الثالثه باش نخدم عاوتاني بحالها واحد جوج ثلاثه ها واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته ها سبعه هاك وغنجي جنبها نطلع بخيط بخيط قدامها ونجي هنا عاوتاني نكتب حسب سبعة ستة ها سبعة صافي بهالطريقة الطريقة غادي نطلعو عاود جنبها شتي جنبها هي هاد الخط اللي حداه جنبها هنايا ونطلعو بخيط صافي باش كطلع لينا حيت اذا ما جيناش ما طلعناش ب... ما إلا م... ما طلعناش بخيط ما عمرها تطلع ليكم صافي نجي عاوتاني جنبها نطلع خيط هكا ونحسب واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة ها سبعة حتى هي كذلك غادي نجي نطلع بها حتى لهنايا كذلك سبعة نجي عاوتاني نطلع بخيط كيما كتشوفو وها حنا سبعة هاكا نفس الطريقة حسب واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة ها سبعة هانتوما بعينيكم جي جنبها نطلع بخيط هانا بقات الغرزة الأخيرة كذلك هي هذه في جنبها ها سبعة شتو دابا نفس الطريقة غندوز الخيط ونخدم هنا أنا دوزت الخيط نجي عاوتاني حداها ونطلع بخيط يعني الغرزة اللي درناها اللولة نجي جنبها ونطلع بخيط صافي ونخدمو عادي نطلع نحسبو عاوتاني كذلك سبعة واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة ها سبعة وحنا نطلعو يعني نفس الطريقة اللي عندنا هاكا نجي جنبها نطلع بخيط ونجي نحسب ها سبعة صافي نجي جنبها ندخلو نطلع بخيط دائما كنخليو خيط نطلع ونجي هنايا نحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ها سبعة نفس الطريقة غادي نطلع صافي نجي عاوتاني جنبها ونطلع بخيط هكا ونحسب سبعة صافي نوصل هنا بقاو معايا حتى هي كذلك البنات خاصها هادشي خاصة جينيشن، خاصها تجي نيشان نجيبها هنا الغرزة هنايا الأخيرة حتى هي ها خاصها تجيني شان صافي دابا ندير نعقد الخيط ونخدم معكم هاد هادو عاوتاني ها البنات غادي نجي من هاد المربع هذا غادي نحسبو سبعة سبعة الخطوط واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة سبعة هاد سبعة غنخرجو منها الخيط هاكا هاكا ركزو معايا حسبنا سبعة ديال الخطوط هانتوما واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة سبعة فاش كنحسبو مربع أكبر كنلقاو واحد جوج تلاتة ربعة دابا غادي نطلع نخدم غادي نبقى نخدمها بحال هادي غنجي نجي من هاد المربع اللي حسبنا نحسبو واحد جوش تلاتة هاك غادي نجي جنبها جنب. ندخل مباشرة ما نطلع بالخيط لا والو هنا فين غنزيد هنا نيشان واحد جوج تلاتة عاود نجي حداها نيشان يعني في هذا الخط هذا ما ن يعني غنمشيو نيشان هنايا نجي هنايا عاود نخرج الخيط ونحسب واحد جوج ثلاثة أربعة ها خمسة حنا طالعين شتو حنا دابا طلعوا غير من الفوق ولكن من التحت لا كنبقاو في السطر ديالنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ها عاود نجي نطلع عاود واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ها سبعة نجي عاوتاني جنبها هكذا ونطلع نحسب سبعة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة لا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ها يعني غاديين وكنطلعو بخيط جينا هنا نطلع بتسعود واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ها تسعود شتو نجي عاوتاني حداها هكا نطلع عاوتاني بعشرة تسعود عشرة نجي جنبها غادي نطلع ب واحد 1 2 3 خمسة ستة سبعة 7 8 عشرة 10 الاخيره هي اللي غنزيدو دابا غادي نجي وحدها ونبدا نقصو صافي غنبداو نقصو يعني 11 غنديرو عشرة واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 دابا حنا غادي وكنقصو صافي دابا غنبداو عشرة دابا نحسبو تسعود واحد جوج تلاتة خمسة ستة سبعة ثمانية ها تسعود صافي راها ساهلة جنبها عود. خرجة في مباشرة في جنبها. وحنا غادي وكان نقصه. يعني باينة واحد جوج تلاتة خمسة ستة سبعة ها تمنية دابا عندنا عاوتاني تم# سبعة واحد جوج تلاتة خمسة ستة ها سبعة دابا غنهبط ستة وحنا واحد جوج تلاتة أربعة خمسة هستة. تلاتة. ها ستة حتى نوصلو ثلاثة عاوتاني عندنا خمسة واحد جوج ها خمسة صافي هنايا هي الغرزة. حسبوا. واحد ها صافي بقى لي الغرزة الأخيرة هي اللي فيها تلاتة بدينا بتلاتة نكملو بتلاتة صافي حسبو واحد جوش، ها البنات نفس الطريقة غادي نجيو هنايا غادي نجيو دائما في المربع الكبير نحسبو واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة سبعة ونخدمه أو لا ديرو عاوتاني هنايا واحد جوج تلاتة كيما درت هنا واحد جوش تلاتة ربعة خمسة ستة سبعة تمنية تسعود حيت هنايا زايد مربع على البلاصة مهم خدموها فينا حسبو ربعة وبداو الخدمة ديالكم صافي انجي هنا نحسب عاوتاني تسعود واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة سبعة تمنية تسعدون وندخلها هنا في هاد المربع هذا هنا هنايا ونخدم طلع تلاتة واحد جوج ها تلاتة صافي غنخدم بحال هادي نطلع بربعة نطلع بخمسة نطلع بستة سبعة حتى لحداش واحد جوج تلاتة ها ربعة. صافي يعني بحال هادي حنا غادي ربعة ها هي خمسة نطلعو ب نطلعو بسبعة 7 حتى نوصلوا 11. 11 من نوصلوا 11 نبداو نقصو صافي مهم نخدمها بقاو معايا كما كتشوفو ها كيفاش جاوني دابا غادي دائما في هذا المربع هذا كما كتشوفو هذا اللي دايره غنحسب ربعه واحد جوج ثلاثة ها من هاد الرابعة غنحسب واحد جوج هنا غنخرج الخيط صافي ركزو معايا من هنا واحد جوج ثلاثة أربعة من هاد الرابعة نحسبو واحد جوج نخرجها فينا في الثانية كيما حسبنا هنا ها فينا غادي ندير هاكا نخرج الخيط غنحسب واحد جوج نخرجها في الثالثة بحال هاد الشكل هذا مربع هاك نجي تحت منها ونزيد نزيد خيط يعني فاش نجي تحت منها ها هو مباشرة ولكن نزيد خيط من هنا ونزيدو من هنا حيت باش غدا تعرض ليا المربع هاك غادي نحسب واحد، جوج، ثلاثة، ربعة، ها خمسة، هاكا، نجي عاوتاني نهبط ونزيد خيط في الجنب، كيما كتشوفو، نحاول هكا نحسب واحد، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة، ها سبعة، هاكا، عاوتاني نجي هنا تحت منها مباشرة، ونزيد خط في الجنب هنا، وندخلها فينا، عاود نحسب واحد، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمنية، ها تسعود، صافي نجي عاوتاني نهبط تحت منها شوفوا معايا نهبط تحت منها مباشره ونقص خيط مازال خصني نزيد مربع هنايا نهبط مباشره تحت منها ونزيد خيط هنا باش تكمل ليا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة أها حداش دابا غنبداو نقصو نجي نهبط تحت منها فينا مباشرة نخليه ون... ونتحز هنايا دابا غنقص خيط من اليمين وخيط من اليسار واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هات سعود. عاود نهبط منها مباشرة ونقص خيط هاكا ونحسب واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة ها سبعة هاكا عاود نجي تحت منها نقص خيط هاكا واحد جوج ثلاثة اربعة ها خمسة الغرزة الأخيرة هي ثلاثة نجي تحت منها نقص خيط كيما هنايا ها هي ونحسبو واحد جوج ندخلها في التالتة أحنا سالينا مربع صغير اللي عندنا بحال هذا نفس الطريقة غنخدم هنايا بقاو معايا حيت هاد الخ... هاد المربعات تقدرو نديرو لهم عقدة فرنسية أو نديرو بيلات أو نديرو الحجر اللي عجبكم ديروه مهم غادي نكملها وندير معاكم هنا انتم البنات هذا هو الشكل ديالو بالنسبه للفتحه ديال العنق البنات تقدروا تخدموا هادي هي هنايا صافي باش تيكون الفتحه ديال العنق تاع الجلابه او قفطان يعني ما يمكنش يجي غير يجي بحال هكا تقويصه غير هكا لا حاولوا ديروا هاد الرشمه هادي جيت الفتحه باش ميديو الفتحه تجيكم هذه زوينه صافي وتحت نص الطوق خصها تجي بحال هكا المهم كنتمنى يكون فيديو واضح بالنسبه دابا حنايا يعني هنايا غنعمروها بهاد البيلات في الغوز هذا عندي الغوز انا هنا غنعمر بهاد الغوز هذا اللي عندي موجود حاليا وشنو ما بغيتو تعمرو بزمرد او بغيتو تعمروهم بالعقده الفرنسيه دابا غادي نجي ندخل الابره ديالي هنايا يعني. وعندي الابره دايره الخيط على اربعه دائما حاجه البيلا ولا شي حاجه كنديروا على اربعه باش تثبت لينا مزيان حيت غنبقاو نديروا بحال هكا ونرجعوا ندخلوها فينا ونتقلو يعني بلا ما نبقاو نعقدوا علاش درنا الخيط على أربعة باش تبدل لينا مزيان هكا كما كتشوفوا عاود ننتقل الغرزه الاخرى المربع اخر دخل الابره ديالي عاود ونخدم الا كان عندكم جوج الوان تقدروا تبقاو ديروا حبه في اللون وفي انا عندي دابا غير هذا الغوز حاليا واجد وصافي مهم غنستمروا هالطريقة يعني حتى العقيق غادي يعطي واحد بصراحه واحد الشكل زوين وكنتمنى زعما اي حد يعني حاولوا باش تعطي واحد واحد الجماليه في هاد الخدمه هذه هكا غادي نمشيو نخليو هنايا ندخلو في الوسط وندير حبه ديال ج... بيلا هذا حبه البيلا وغنستمروا بهذه الطريقه بغيتو ديروا ديال حبه ديال الحجيرات تاع لي ديال الحبات تقدروا ديروا بحبات او لا تخليهم خاويين مهم شنو كيبقى بقار... الراي ديالكم نتوما المهم انا غنستمر بهذه الطريقه نعمرها كامله وديك الساعه غادي نوريكم الشكل النهائي هكا شفتوا كيفاش هكا غنستمر شتي كتعطي صراحه شكل زوين المهم غادي نحاول نكملها ونوريكم الشكل النهائي وغادي ندير واحد الحبه الوسط ها فينا في وسط هذه صافي مهم بقاو معايا انتم البنات هذا هو الشكل النهائي شفتوا كيفاش جا عمرتها بالبيلات يعني انتم ورا انتم وشكل اللي دي بغيتو ديروا زمرد او لا بغيتو ديروا العقده الفرنسيه او لا بغيتو ديرو ما ديروهاش كاع المهم كنتمنى يعجبكم هذا الشكل هذا ما تنساونيش باللايكات لايكات لايكات الا كان فيديو عجبكم ما تنساونيش لايكات ودائما ام ايمن كتموت عليكم مع فيديو اخر